حيوان أليف ممكن يقتلك. في حيوان اسمه اللورس البطيء، شكله لطيف جدا لدرجة لما تشوفه تحس بالتعاطف ناحيته، ومش بعيد تخليه حيوانك الأليف، وده لو حصل فعلا يبقى كده هتودي نفسك في داهية. اللورس حيوان مميت جدا، ويعتبر أكتر حيوان ثدي سام في العالم، والطريقة اللي بيتعامل مع السم بتاعه غريبة جدا، بيفرز السم من ركبته ويوصل لفمه علشان يدمجه مع اللعاب بتاعه، وبتتحول عضته لعضة مميتة، ويعتبر سلوكه زي الكوبرا بالظبط.